أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم. معكم موني نجيب في فقرتكم المفضلة المجتمع والناس. يشكو بعض الشباب من اليأس والإحباط، وبسبب عدم تبني مواهبهم الكثيرة التي باتت حبيسة الأدراج والمواقع الإلكترونية من وجود دعم حقيقي من قبل الأفراد أو الجهات المعنية. وقد تم عمل تحقيق صحفي نشر في جريدتي جريدة الأمة التي أعمل بها تحت رئاسة تحريرها الأستاذ أحمد شعلان، هي قلة الاهتمام بمواهب الشباب، الأمر الذي يصيب البعض بالحزن واليأس رغم الطاقات الجبارة التي يمتلكها الشباب من مواهب عدة. فقررت أن أستضيف مواهب يجب أن تفرض لها مساحات إعلانية. معنا اليوم الشاب الفنان علاء أحمد ابن مركز الفشن. أهلا وسهلا بك يا علاء. عرفنا كده وعرف الشهد السادة المشاهدين بيك. أنا علاء أحمد، بني سويف، مركز الفشن، موهبة الغناء. تمام. عايزين نعرف بقى، أنت اكتشفت صوتك إزاي؟ مين اكتشفك؟ أنا اللي اكتشف صوتي هو والدي. يعني كنت في ابتدائي، العمر كله بدأ من ابتدائي، كنت في تالتة أو رابعة ابتدائي كده، فكنت بقول الأذاعة المدرسية فأنا شد نية، بدأت أكمل لحد تاني إعدادي كده. يعني بابا ساعدك على إنك أنت تنمي حاجة زي كده جواك؟ كان بيشجعك؟ في المدرسة في الإذاعة. بعد كده بدأت أغني أغاني بره الدينية خالص، أغاني تانية. بعد كده لما دخلت أولى ثانوي اتعرفت على اصحاب يعني وكده، وكل واحد عنده فرح كان يدعيني ليه، وكنت بروح وكذا فرح يعني، والموهبه بدات تكبر معايا كده. طبعا بتروح مع اصحابك اعياد ميلاد، افراح، افراح وعيد ميلاد، حفلات. ورحت قاعتين عندنا في الفاشن. انت حابب انك تظهر وكده يعني. ان شاء الله. اصحابك بيلقبوك بايه؟ بالفنان. بالفنان. طيب، حابين نسمع كده حاجة ليك، نسمع صوتك. تحب تمام. تغني؟ بتحب تغني أغاني شعبية طبعا انا ولا بغني كل كلاسيك لون، بس ولا؟ انا يعني شايف نفسي في الشعب افضل. طيب، نحب نسمع كده مع السادة المشاهدين، نسمع كده حاجة من علاء. نسمع اغنية علاء. اتفضل. يا ليال من غير حبيبي، يا ليالي مجروح وبسأل فين طبيب ودواء، اللي كنت معاه بغني وعايز زماني، راح اللي واخد حتة مني مرجعش تاني. الله، هايل. أغنية دي لمين بقى؟ دي سمعتها من رضا العدوي. رضا العدوي، تحب تسمع له؟ طبعا. تحب أغانيه؟ طيب، تمام. انت قلت لي انك بتشوف نفسك في الالوان، في الاغاني الشعبيه. ما حبيتش انك تحب تغني الكلاسيك غنيت الرومانسي؟ كلاسيك وبس، يعني بيني وبين صحابي يعني كان افضل الفئه اللي انا اغني الشعبي احسن. قول لي بقى، انت ليك هوايات تاني غير الغنى؟ بحب الكوره. الكوره. بتشجع نادي مين؟ الاهلي. الاهلي. طيب، كويس. ليه ما اهتمتش بيها؟ طيب، او اصل انا يعني مش شايف نفسي فيها، انا حابب الرياضه نفسها يعني. انت حابب ككره القدم، بتحبها وبتحب تشجع النادي الاهلي. بس بتحب الغنى طبعا اكتر. اكتر. طيب، ماشي. بيد عندك هوايات ايه تاني؟ يا الرسم، بحب ارسم كثير برضه. تحب ترسم؟ تحب ترسم بقى يعني مثلا تشوف لوحه تعمل زيها ولا من وحي خيالك؟
هي حاجة كده على حسب ما بتيجي يعني كده على حسب ما بيجي من في روحي بالك خيال. يعني. ما جربتش مثلا صورة مثلا لا ما تنقلها جربتش. كوبي زي بالظبط كده؟ لا بتحس بإيه وانت بتغني مع أصحابك في بحس وسط ان انا الأفراح يعني ببقى سعيد عشان بحاول اساعدهم وما بيبقوا مبسوطين يعني، وانا مبسوط اكتر منهم يعني، وان شاء الله اشرفهم. في آلة موسيقية بتحب تفضل ان انت تلعب عليها؟ الجيتار. الإيه؟ الجيتار بتحب أخدت دورات تدريبية فيه؟ لا لسه. بس انت كآلة موسيقية انت حابب ان انت جربت عليها كذا مرة بس يعني لسه بتعلم عليها يعني. طيب تمام كويس. بتحب مين من المغنيين المطربين القديمة تحب تغني؟ بحب عبد الحليم حافظ العجيب، حاجة لعبد الحليم؟ حافظ له انا من تراب. حلوة. طب ماشي، ممكن نسمعها مع بعض. انا من تراب والإرادة هي سرك، فيه تنار بحكمتك وبرحمتك تدين. خلينا نقول للشيطان مهما غواني لك علمنا سبك ولو زاد الجبل واتشق، الهمني يا رب علمني يا رب يا رب. سبحانك 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 يا رب. الله، هايل هايل بجد. طبقات الصوت عندك حلوة جميلة، صوتك ربنا كمان يخليك، بيشد ان الواحد يسمعه. ربنا يخليك. قولي بقى، يعني حابب انت انك تطلع في افراح وكده و تحب الجو ده؟ تمام. طيب تحب بعد كده تغني بالجيتار ولا ما فكرتش ان انت مثلا تعملها، لا بفكر اعملها انك تغني والآلة انت بالجيتار. تبقى شغال عليها؟ تمام. طبعا اكيد طبعا بتروح اعياد ميلاد اصحابك وكده و ما اخر عيد ميلاد كان بتاع واحد صاحبي، وامه هي اللي عرفتني على الاكونت بتاع حضرتك وقالت لي صوتك حلو انا ممكن تساعدك وكده، عشان كده تواصلت معانا يعني. تواصلت معاك. انت نورتنا طبعا النهارده. حافظ ربنا ايه يخليك. تاني؟ طيب في مثلا اناشيد دينية؟ كان في نشيد ديني المسجد الاقصى كنت بقوله زمان في المدرسة يعني. الله الله. طيب نحب نسمعها كده مع السادة المشاهدين. تمام ماشي. والله لا ننسى مسجدنا الأقصى وقبة الصخرة تبكي من الحسرة تقول يا رب يا واهب الحياة بعونك اللهم اكتب لنا النصر، وشجرة الزيتون بغصنه حنون تبكي على شهداء أرضنا الحرة. يا لوعة النفس عليك يا قدسي أن تنقذ البلوى والعيشة المرة. يا إخوة الإسلام سيروا إلى الأمام
العزم والاقدام في صحبة القرآن. هيا تفوا يا إخوتي، استيقظي يا أمتي، هيا عيدي بسمتي كصابك الأزمان، كصابك الأزمان. الله، طبعا الحلم العربي بتاعنا كلنا، الأقصى طبعا وتحرير طبعا مسجد الأقصى. بتحب أغاني قديمة؟ تحب تغنيها؟ زي مين؟ بحب أسمع جورج وعبد الحليم و الإيه؟ أم كلثوم. طبعا ده لازم يعني. طيب نحب نسمع حاجة تاني شعبي؟ طيب ماشي، يلا كده ممكن نسمو خيف البحراوي. المطرب مين؟ رضا البحراوي. رضا البحراوي. طيب ماشي، نسمع مع بعض كده ومع السادة المشاهدين. ابتديت ابني يا صافية وقلبي طايب، تمعوا فيا، عملت خير في ناس كتير، للأسف قلبوا عليا، قلبوا عليا، كان كل حلم عايش طمعا في لقمة عيش، مع ناس ما رحمتنيش، ظلموني ولعبوا بيا، عمري ما فكرت اخون، كل هم اخلص واصون، عمري ما فكرت اخون، كل هم اخلص واصون، عندي قوة الف راجل بس طيب ما افتريش، ضحكوا على قلبي النضيف، عملوا مني انسان مخيف، ضيعوا الحلم البريء، قتلوا تبت عشان اعيش، امال ليه الناس كده مالهمش خير في الطيبين، يعملوا مليون حساب للي صال منهم سنين، عشت بينهم حد طيب جم عليا ما قدروش، واما قلبي استقوى مش ورايا كله يقول امين، موتوا فيا الجدع، شغلوا بالي بالطمع، موتوا فيا الجدع، شغلوا بالي بالطمع، عملوا مني حد ظالم باللي شافوا من الوجع، نفسي ارجع للي كان غلبان زمان، نفسي ارجع للي كان غلبان زمان، اللي كان اكبر طموحه يعيش في راحة وفي أمان، اللي كان أكبر طموحه يعيش في راحة وفي أمان. الله عليك. الله الله. معانا مداخلة تليفونية. زيرو اتنين. ألو ألو. ايوه يا استاذ. ايوه يا باشا. ايوه ازيك يا علاء؟ عامله ايه؟ مين؟ طيب عرفنا بنفسك. مين حضرتك؟ انا ايمن صاحبك. ايمن، ان شاء الله ان شاء الله هتشرف الفشل ان شاء الله، وربنا معاك يا اخويا. ده صاحبك يا علاء؟ صاحبي يا حبيبي. ازيك يا استاذ ايمن؟ تمام الحمد لله. عامل ايه؟ تمام الحمد انت لله. انت صاحب المقرب لعلاء؟ انا اللي بعمله بيت بوكس. طب كويس. كويس، بالتوفيق، بنتمنى لكم يا رب التوفيق وتبقوا حاجة حلوة ان شاء الله.
وان شاء الله ربنا مع علاء، وان شاء الله يشرف الفشل ان شاء الله باذن الله. آه. ربنا يخليك يا ايمن، ميرسي جدا على المداخله الحلوه دي. شكرا يا ايمن. شكرا. قول لي بقى، ما حسيتش في مره مثلا باحباط انك انت مثلا يعني صوتك مش هيوصل، مش هتطلع للنور، هتفضل دايما كده يعني؟ لا خالص. كان عندك امل؟ عندي طموح ولحد دلوقتي ان شاء الله. احكي لي طيب احساسك. احساس ان انا شايف نفسي حاجه حلوه ان شاء الله وهوصل باذن الله. يعني لازم الواحد يعني اكيد هتلاقي حاجه تعاقبني وتخليني اتعب شويه، بس برضه مش نهايه. اكيد طبعا الواحد مش هيياس، لازم طبعا يعني يبقى عنده امل واراده انه هيوصل وهيحقق اللي هو بيتمناه. نفسك تغني مع مطرب مين بقى؟ قول لي كده. نفسي اغني مع دب حراوي. رضا البحراوي. انا ملاحظه ان انت يعني بتغني الاغاني بتاعته. بحب رضا البحراوي. طب تسمعنا حاجه ليه تاني؟ تانية لرضا البحراوي برضه؟ لرضا البحراوي. ماشي. يلا كده امسك المايك وسمع. زي موال مثلا. السادة المشاهدين. ماشي اوكي اتفضل. مستقطر فينا المراسيل، أو كلمتين اتنين منه، واللي دار لنا ده ما يحصلش، ده ما يحصلش، والحب نار ما ترحمش، تايهين ضايعين مش لاقين المرسى، ماشيين خايفين، طب انت بقى نرسى، الدنيا بتتعافى علينا والموج عمال يخبط فينا، عايشين فيك يا دنيا وامتى هنعرف راسنا من رجلينا، ولا من ورانا ورانا، خلاص يا دنيا تعبت معانا، ده احنا ضيوف عليك يا دنيا، بكرة نمشي ونسافر. الله، ده موال جميل بيحكي حاجات كتير. قول لي بقى، صاحبك ايمن ده بتعملوا ايه مع بعض في الغنى وكده؟ بيعمل معايا بيت بوكس زي طبله كده ببقه. حلو. يعني هو بيمرن نفسه على كده او لا؟ او حاجات اللي هي السريعه، هو مثلاً اكتشف حاجه زي كده يعني. يعني وقت ما بيبقاش فيه مثلا هو بيحل محلها يعني؟ لا، هو هي ما هو بقى شغاله اللي بيعمل دي. بيعمل ايه تاني؟ بتعملوا ايه تاني مع بعض؟ بتالفوا اغاني؟ فكرتوا تالفوا اغاني او حاجه؟ لا لسه بنكتب. لسه بتكتب. وايمن مطلع مهرجان، خلي بالك. مهرجان ست البنات، مكسر الدنيا عندنا في البلد. ده على اليوتيوب مش كده؟ على اليوتيوب. مين مشترك معاه فيه؟ هو واحد اسمه عمرو سعيد، واحد اسمه عبد حظ. ده من التيم بتاعكم انتوا الاربعه يعني يعتبر؟ ولا هو الواحد ولا ايه؟ لا، هم التلاته كانوا مع بعضيهم. لسه بنكتب، ان شاء الله على العيد الكبير هينزل اغاني تاني حلوه. طيب كويس ان انتوا يعني عاملين دويتو حلو مع بعض. تهيألي هو اقرب صديق ليك. ايوه. من نفس البلد برضو؟ ايوه، من عندنا، جيراننا برضو. حابب تقول ايه للشباب اللي هي مثلا في نفس موقفك ده؟ يعني تقول لهم ايه يعني؟ انا بقول لهم يعني الدنيا سهله، مش محتاج ان احنا نتعب عشانها، ولازم الواحد بيمر بحياه صعبه بس في امل ومفيش مستحيل، وانجح عشان حاجتين، يعني زي ما قال الاستاذ محمد رمضان قبل كده في برنامج برضه، اللي عايزين يفرحوا بيك واللي عايزين يشمتوا فيك.
انا فرحانه بيك، وانت مثال للشباب الكويسه اللي عندها امل وطموح. ربنا يخليك. سعيده جدا بان انت معانا النهارده. وبتمنى لك يا رب مستقبل كويس وبالتوفيق. انت صوتك حلو وهتوصل إن شاء طول الله. ما انت عندك اراده وعزيمه هتوصل ان شاء الله بفضل الله ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، بكده نكون وصلنا لنهايه فقرتنا. شكرا لحسن استماعكم. كانت معكم منى نجيب. إلى اللقاء في فقرة أخرى إن شاء الله.